يا كليب شب النار، يا كليب شبه، يا كليب شبه والحطب لك إيجابي. علي أنا يا كليب هيله وحبه، وعليك تقليط الدلال العذابي. ادغث لها يا كليب من سمر جبه، وشبه إلى منه غفى كل هابي. باغ إني لشبيتها ثم قبه، تجلب لنا ربع نسرات غيابي. مزاكم غير، مزاكم غير، يا اللي جيتوا علينا وزحتوا الهم لو قبل يابا. يا حادي لو نويت وبالهوادي، وتشب نيران قلبي والهوادي، نشت الدار عنهم والهوادي، بشت يا حيف ما ردت جواب. حياكم الله أعزائي مشاهدين قناة الأنبار الفضائية أينما كنتم، ونحن نلتقي معكم في حلقة جديدة من برنامج دبكة وربابة وشعر. نحن اليوم في قضاء القرمة، وفي أحد مضايف عشيرة الحلابسة، وفي حضرة الشيخ فاضل خلف حسين الحلبوسي أحد شيوخ عشيرة الحلابسة، كما حضر معنا الشيخ حسين علي مسير شيخ عشيرة البجوار، والشيخ خليل إبراهيم عبد شيخ عشيرة جبور. حياك الله شيخ. حيا الله. وإحنا بقى اليوم عندكم هنا قناة الأنبار. أي بالله. حياكم الله أبو علي، نرحب بكم بقناة الأنبار الفضائية وبرنامج دبكة وربابة وشعل. فحياكم الله إيمن سرتم إلى ما وصلتم، فأهلا وسهلا بكم، وأهلا وسهلا بكافة الحضور على شرف شرف مضيف الشيخ فاضل خلف حسين. فحياكم الله. هذا مضيف عمامنا هالقرمه كلها يعني. اي بالله. لان ما شاء الله حاضرين من عمامنا البخليفه من انواع العشائر. مضيف عشائر القرمه كلها، احنا القرمه عشيره واحده وليس عشائر. اي نعم. وباسمي وباسم الشيخ الدكتور طارق خلف العبد الله الشيخ قبيله شيخ عام قبيله الحلابسه. نعم. نرحب بكم وحياكم الله، يا اهلا وسهلا بكم. حياك الله. واحنا نشكر الاخوان الزملاء في المركز الاعلامي في قضاء القرمه، الدكتور عبد الستار الحلبوسي، والاعلامي حامد اليافعي، والاعلامي مهند المحمود، والاعلامي يعقوب يوسف، والاعلامي ايمن ذاكر، وحاضرين لكم الله. ايه حي الله عمامنا، حي الله اخو سعده. اليوم شاعرنا الاخ خالد، والشاعر محمد المصلح، وعندنا الشاعر الاخ جمال ومحمد واحمد. فعادي انا اخو سعده، انت اول ظهورك ويانا، وعجبتني قصيدتك ذاك اليوم على عوج يوم ماطر الدنيا، يا ريت نسمعها منك والله. والله هاي القصيده قلتها بعد احنا كنا غنامه وامحلت الدنيا، والحلال شويه صار بيضعف وراح الحلال، وقلت هاي القصيده. اي نعم. قلت يا دار وين اهلك يا دار، العذر عنك ان كان على حد الضعن شديت، طلبت السموحة يم الأعمار مير، هذا حكم ربنا بهمنت ورضيت. إيه. يا أما حلا مرباعش مع شبت النار، يا أما حلا برضان الخضر بنيت البيت، رقيت أنا العوج فوق عالي الطار، وذعذع الغربي بصدري وغنيت. غنيت. وجبت بيات الشعر مع ورود الأزهار، وطلعت العوج يا عيني وهليت، بس الرمل يسمع محول ديار، وكتمت العبرها بصدري وغنيت. وعقب الربيع على المحل تندار، وعقب العزة ظني اليوم ذليت، والضيق لابد ما ينطق الهزرار، فرج علينا الرب يا ليت. يا دار يا ما شرقت علينا من غزير الامطار، ومن غديرك الصافي يا ما ترويت، ويا ما كربنا بك من ضيوفنا وخطار، ويا ما تلقيت ضيفنا بوجه وحييت. نعم. همت حالك. ويا ما تلقيت ضيفنا بوجه وحييت، واليوم دار الزمان وبالمحل تنهار، وعقب ما كنت شامخ بعزك تربيت، اليوم غدينا شتاتيت وبلبل الطشار، ما ينسمع صوت الضحل صحت وميت. ولا ينفع الوقت لا صار ما صار، ما دام عنا ديارنا غدينا شتاتيت، البارحه جفنا عن النوم وسهار، اطري علي شاميت انبعشت وتربيت. اطري علي شاميت انبعشت وتربيت، واليوم دار الزمان وبالمحل تنهار، وعقب ما كنت شامخ بعزك تربيت، اليوم غدينا شتاتيت وبلبل الطشار، ما ينسمع صوت الضحل وصحت وميت. ولا ينفع الوقت اللي صار ما صار، ما دام عنا ديارنا غدينا شتاتيت، البارحه جفنا النوم مسار، اطري علي شاميت انبعشت وتربيت. الله يلوم الوقت لو جار، اللي غصبني من دار الحبيب وقفيت، سلمت امرك يا علام اسرار، اللي تعلم سري لو جهرت وخفيت.
والله دون العزلتين ماني بجار ولا غير تراب العوش تحنيت ميل هذا حكم رب والفلك دوار دار الزمان عجار الحبيب اقفيت ويا ما عشنا بش من الطفولة هو اليوم صرنا كبار وعلى فراقة شدار اليوم كل الدمع حليت حنا عيال اشحادة حلوين العشار يخوينا جيناك لو عندنا تنخيت نعم نعمت حالك وعند اللزوم ما نعتذر بعذار وعند الحروب ما حدن يقول عييت سلامي الهلع عوج مالكين الاحرار عليهم كل الهجين والمسحوب جريت وعند ابو مهرب يا مكرم الخطار والله من ساكن كان بالغرام خطيت ويا ابو معنى الله يديمك لنا كارنت مضرب الطيب يا عماد البيت وين ابو رياض للدين مدرار يقول انا ستار اللي على بردان غطيت وانا ابو خطاب يوم ودك انثار اطلد رسانها وظهرها تعليت وصلاة ربع عد ما هلت الامطار واعداد ما بحب لو قال مخطيت جزاك الله خير وصح الله لسانك ابو رائد نعم يعني ما على الخير تخير الله يسلمك احنا جينا اليوم عند عمامنا بالقرمه والله نتشرف بيك وبيك وهم يعني جتني عليك اشاره يريدون قصيده القطار نعم وقصيده الدار نعم بس احنا قبل هاي نشكر القوات الامنيه الذي ساعدتنا ووصلتنا لهنا وما قصروا والله هاي قصيده الدار والقصيده مال القطار هاي نعتذر من الجمهور كنا الان من طلب منكم وراح اعيده ولا انا عندي حكي خمس ايام ما خلص لا والله ست اشهر ابو رائد انت الله يسلمك يبارك بس عندي اهداء صغير شويه ايه؟ ولد احمد العيسى اصدقائك سلمون عليك اي نعم الرامي ابن احمد العيسى والخالد الامين واخونا ابو محمد الدعباجي وعارف الفهداوي ابو محمد وكريم المعمور من الحله يسلم على كل اهل الانبار والله وعقيد رياض مدير الشرطه مالت البيجي اخويا هذا والله ابو الوقفات الطيب ولا خير عليكم عافيه قصيده القطار مال اخويا الكبير حمد سراجع اي نعم شلون القصه مالتها احنا ما ادري قصيده القصه مالتها حمد سراجع طلع الكركوك وقبل الكرد ما يقدر يحكي عربي لان ماكو تواصل بالمحافظات اي نعم واللي يروح من محافظه محافظه يمشون عليه اهله اي اللحقوا حمد ثلاث اصدقاء دحام المجحم وعبد الطابور ورشيد من خواننا ابو فهد اي نعم باتوا يمه يومين وودعهم بالقطار القطار يمشي قبل على كور الفحم ثلاث شفتات بالكراكه يهلوا له فحم ويمشي القطار ام مدحهم بالقطار صايح القطار يقول من صاح القطار جميع واحد غالى علي بالانبار حط قبالي اي نعم وظل ابو طام يقول الا انجا القطار الاخر القصيده اعرف من طيبها ما اعرف كلها هذا اخوي الحمد سريجع مو لان الشاعر ما يقدر مو قصيده صحيح خيره. فحمد قال صاح القطار ومثل ما صاح صحتان صحتاني صاح القطار ومثل ما صاح صحتاني وفطن دليلي على الغياب خلاني وصاح القطار وغربت بطلت الصيحة اللي مهبوا الولي فابعاد شي ريحة شي ريحة وصاح القطار وغربت عاد بالصياحي يا صيح تعلولف ما صاح صاحي صاحي ويا صيح تعلولف ما حد مثلها صاح لا جيل ابويا ولا جيل القبلهم راح وصاح القطار ومشواني برض كركوك وظليت باخر حياتي بالخطر مدروك مدروك وصاح القطار ومشونيت اه واه حرك عديم الوفا ما شأني وياه صاح القطار ومشونيت اه واه وحرك عديم الوفا ما شأني وياه وصاح القطار ومشى اوثار دخانه دخانه صاح القطار ومشى اوثار دخانه ما بعد يم صديقي الافهم لسانه يما بس الكلام ما يحكي العربي ولا اخوتنا هم اي صاح القطار ومشى اوثار دخانه وما بعد يم صديقي الافهم لسانه وصاح القطار ومشى ورد ولقانا صيح الله الله مكاينه بدل شفتين وائل مشيح جاء كانت الحاره عم تعمش الله يرحمه قلت هاي بطامي شو رديت يقول يما ما صيدني معتني تجيب ليش دينار قلبي غدا علول فيش بهله بالنار وسلامة مو بس هاي ابو رائد هي يمكن بيها ويصيحتي على الولف ما حد مثلها صاح إيه؟ لا جيل ابويا ولا جيل القبر عمره مضبوط هي طويله قصيده القطار والله اعرف بس من طايبها لان إيه؟ احلى كبس راجع ما حد يحافظ لحد اي والله وقصيده الدار قصيده الدار هذه شلنا منها بال 74 ومريتها بثلاثه ال 94 ولقيت انخلقت الزارعين هن الشياء بعيط وسنين ربانا منها بالطفوله والفراق صار بعيد ويوم لقيته ذكرت رحمت اخويا الله يرحمه الله يرحمه واذكر ابويا اشوفهم قبال عيني واشوف الدار معاليق ما يوم كانت زاهية الدنيا اي والله كانت تعذر منها اقول هي دار ولف الجهل عامات ما شفناش راقج علينا كلف لكن غصب عفناش وديران ولف الجهل تاكل بقلب سنين هل لغاهم حلو بالخاطر مكيفين كيفين
محمد المصلح عساه ولا لف على الدار ولا شاف دار الولي في ذرع عليها غبار. محمد المصلح عساه ولا لف وشافك يا ما تخطى عزيز الروح بطرافك. عالدار عالدار يوم اللي فيت واوكبت بيها اسال على خلته وبتراب واريها. لكن الدار اللي تقول رحلوا احبابك الطيبين طيبين وصارت مسافه ولا منكم طروش تبين. الله الله. اقول للدار مسلاش الا الهوى الغربي خلص ينوب تا عيس من الولف بدرع جديد الثوب ما عيس من الولف فترك حشاياهم الا العصير بقبر يا اخوي تسلاهم الا العصير بقبر ويصير فوق تراب تاعيس من الولف العن غدا وغياب والله اللي حي الميت وينسف التربان والله اللي حي الميت وينسف التربان وتعود نسل الغوالي هذاك الان اشبه المذبوح اصيح من حالات الروح كل ما عداه وجرح تظهر كثير جروح اشبه المذبوح اصيح من حالات الروح كل ما عداه وجرح تظهر كثير جروح وفرفح دليلي ورحباب ضعنهم شال الحطه وبقلب جرح وعنات بيها طوال ما عن عنيني كسير الساق مثل ولاب ما عن عنيني كسير الساق مثل ولاب يوم انفقدت الولي في العن غدا وغياب محمد المصلح اقولها عليكم لا جروحه دوم الليالي تهمل ومنؤسر جروحه دوم الليالي تهمل ومنؤسر جروحه وسلامتك اوعشك ما دام شديت شديت واحنا عادينا يريدون نايل شديت اريد اطلب منك القصيده مال خالي حمد سريجع الالفيه ها هاي يمكن اول قصيده بالعقل 47 يوم الغطاء اي اي الالفيه نعم. اي بالله حمد سريجع ابو طام ولا خير عليكم شيخ الشعراء حمد سريجع كلنا درسنا منه حمد سريجع نعم. شاعر هذا بير كلها تغرف منه نعم فراح بديره بعيده موله ايه وشويه اللح وكان يدز قصيده الجاسم الاحمد الله يرحمه احد وجاء ابو مصيف ابو مصيف يقول قال بيها الف بالف والف مصايب يا ناس يا ناس وكلهن اصعاب وجمطت من الحياة والباس شيخ فاضل ايه هذا والبيبي ليت يبوه شمالها مجاداه صابر على ما جرى ما اقدر اقول حاه التيه تعذب دليلي من قبل حيني شبيدي على الله الدهر كسر جناحيني التيه ثلاثة عليهن حارب دنياي شبيدي على زمان النكبن وشتف يمناي والحياة حسافة على الطيبين ينذلون اي أيوة والله والحياة حسافة على الطيبين ينذلون هل بيام العسر للخاطر يهلون والخيخة صار حياة الفارغة ايده كل العرب تبغضه ولا حد يريده الطيطة ردن زماني وتاهة تظنوني قرايبه والعرب قاموا يبغضوني الطيطة ردن زماني وتاهة تظنوني قرايبه والعرب قاموا يبغضوني والضاد ضعنا عقب ما بانت اسمانه وقمنا نترجى قبل تشاني ترجعنا الضاد ضعنا عقب ما بانت اسمانه قمنا نترجى قبل تشاني ترجعنا الجيم جار الدهر يهل الهوى بينا ليه سعيدة ولي طيب ليالينا الجيم جار الدهر يهل الهوى بينا ليه سعيدة ولي طيب ليالينا السين سمر الليالي الحوق شيدات كل ما يجينا وقت نقوم نتمنى الفات والزي زمان المضى هيهات كان يعود والزي زمان المضى هيهات كان يعود راح وقطتنا ليالي الشيء من المالود اي والله ولرقاب راس العلو وجور جور الذيب يا حيف كان احتلت بيكم ذلول الطيب ويا حيف كان احتلت بيكم يا مردانه تمشي على المنافقه يا جواد دنيانه تمشي على المنافقه والخير تخليه والما براسه شرف كل ما طلب تنطيه تفضل على البيردة والزين ما سيته وتشان خادم قبل هالساع مغنيته الله 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 وراح راح اللي تذكر الخلق بيه الطيب والشيمة ويستاهل المال وصحيح المردنة تليمة الله ويستاهل المال وصحيح المردنة تليمة وسلامتكم وسلم على أخويا الكبير حمد المجنس وسلامتكم الله يسلمك هو ولده والله أنطيتك مجال له لا لا والله اليوم أنطيت المجال أنا غير والله نمتي. أخاف منك ومن الشيخ ما لي شغل أي والله قال أريد أبو رائد قلت له أبشر أي والله والله والنعم منك لا والله أنطيتني بس هذا بيتي أنا أبو ذية ما هو ما يتطمع الله وكيلك ما يتطمع أدزني الخوي اسمه خالد أقول أخذ روحي يا خالد يرحمني يرحمني الليالي حمول كلفة يرحمني هدوم السود عقبه يرحمني يرحمني اظل حزنان ودموع سريه
ومثل روج البحر دمع وراهم أرأهم. وكثير من القهر شفنا وراهم يجيني يوم يا خالد وراهم مسالف بالمصاب الصار بي وراسي همك كالجبل فوق وراسي زماني من قدر بي وراسي إلك شيب هدب عيني وراسي صفى أبيض ولا مريت بي صفى أبيض ولا مريت بي وسلامتكم الله يسلمك جزاك الله خير والله ما تطمع ولا تضوق بقصيد الله يسلمك الله وكيل والله لا والله بس احنا غير الشيخ فاضل يقول إيه حي الله أبو سعد قال حي أبو وإحنا والله اليوم جيتك ويانا من الفراش جبتك الخاطر الشيخ فاضل قال أريد الرباطة علمك ابو علي اي والله على راسك والله رحت للبيت وهاي كانوا والله تعبان شافيك وعافيك ان شاء الله شاف الجميع ان شاء الله بس يقول للاخر نفس عضل وياك اي بالله نسمع منك عاد هل انت لك واحد بي ما اريد اي بالله أخو شايش لا تنقطع وتلوصنا مو سوى علي فضل طلبت الظعن مد جواني يا ابو يا ابو طلبت الظعن مد جواني لمدوم طلبت الظعن مد الشوف طلبت الظعن مد الشافاني يا حزين يا ابويا وعلى نقل الجدماني المحار الدار يا يابا يا يابا وكجيت المحار الدار يا ابويا يا هدا جيت المحار الدار واني ابو اشوف الوالدة تهيل التراب اوفي ولي امه بالدربة راح الغياب معودي اني ولو والله ايش يا ابو سعود ندري بيها مو هي ابو سعد بس عليها عليها وياها 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 انت هذا ما كان عني انا معودي اني والله
ذول انت عادم ما يولي ما يولي عافيه يا ابو صغار ورود خليت رايكم لعنة تقضي الليل يا ابوي ابن عوركم شاف تراب يا المدلل يا ابويا ايش سويتي بي اليوم يا الله هاي الخيال ما تعيب افرشها ابو سعد ما عليك جود ابو علي يا ابو عزاف ترابي وليل مدلل وراكم الدعيعي يا لي ويل تر العين من عقبك دمى يا ول والله على عميشن يا عيون عقب الزين يا ويلي شلون ما كان بيها ابو سعد ناب خويك يا وين وين خويشني ولي وين خويش يا عيوني يا ول وين وين ول يمي وين خويش وين خويش والله جزاك شال راح وندري اليوم ربابتك مو هي بس ما يخالف اي والله مو هي جزاك الله خير نجوك ويا مندي حياك الله أعزائي المشاهدين فاصل ونعود لكم ما نسل الوداد ترى ما نسل ما نسل الوداد بما يولي يا بيلي بما يولي يولي ما نسل الوداد ما زاد نحيين يا معود أبد ما نسلع ما نسلع ما نسلع الوداد أبارض عون خلاني معاصير وليالي فراقهم صارت معاصير يا حاد انسار حاديهم معاصير عجل وتجيب لمنهم جواب حياكم الله أعزائي مشاهدين شاشة الأنبار الفضائية وعدنا لكم واحنا اليوم في قضاء القرمه وعد عمامنا
الحلابسه في مضيف الشيخ فاضل حسن فاضل خلف حسين الحلبوسي، وحياك الله ويانا الشيخ حسين علي مسير شيخ عشيره البجوار. حي ودوم، حياك الله. الله نشكركم على حضوركم هذا، وان شاء الله دائما هاي الجلسات التذكاريه اللي تذكرنا بتاريخنا وتذكرنا بمآثرنا وتذكرنا باجدادنا. وأنا أشكركم وأشكر الحضور جميعا، وأشكر أخوي المقدم البرنامج أبو علي، جزاك الله خير، والحاج أبو رائد والولد الشباب والشعراء اللي ما أذكر أسمائهم كلهم، والشيوخ وكل أهل القرمة اللي هم معازيب اللي نعتبر ضيوف علينا، أهل الرمادي وقناة الأنبار. أهلا وسهلا بكم بقضاء القرمة، مضيف أخوي الشيخ فاضل خلف الحسين، وأشكركم. جزاك الله خير، ما قصريت. حي الله شعراء القرمة، حي الله اخوي جمال ومحمد الحوت واحمد المحمود. بس جمال انت ايش باليك شلون صاير شايب؟ كنا بسعاده وابد هينه وما شبنا، لكن اجانا وقت نصبغ شواربنا. انت صبغ بعد ما وصل يمك، راح ادزلك عندي محسن لا تخاف. اليوم عادينا واحنا نشكركم ونبارك لكم بهذا المنتدى اللي سويتوه، وحياك الله ابو احمد. ابو علي الله يبارك بيك. بدايه كلامي اتقدم. وين صهيب شيخ الشباب؟ القهوه القهوه باخونا وزميلنا الشاعر والاعلامي محمد سرحان الشعواني. ابو علي حياك الله. حياك الله. وبكادر قناه الانبار الفضائيه في مضيف الشيخ فاضل خلف حسين احد شيوخ قبيلة الحلابسة، وحياكم الله جميع الحاضرين. حياك الله. ردت من عندنا زهير يا أبو علي. أي والله أنت اختصاص، لأن كنت تطالق علي من قبل. فقلت يا صاح تدري الجرح يالم فقط صاحبه. صاحبه. والليل وحده عمر من ينقضي. الله. صاحبه. لا تسأل على الرجل وانشد على صاحبه. صاحبه بالمال لو بالسفر حط صاحبك والزنا. والزنا. وما طال شارب أبد لا بالشرب. والزنا. والزنا مثقال مثل الذهب خل حكيك ووز. والزنا. زنا والشاف ضيم وقهر دور علي صاحبه. صاحبه اي نعم. وردت من عندنا العتابة فقلت على الجيلان تانيته بلمهم. بلمهم. على الجيلان تانيته بلمهم وصلي لجروح دلالي. بألمهم. بلمهم كثير ايتام هل عاشوا. بليمهم. بلمهم تعرفهم من سم الخلقان الثياب. يا الحبيب يا الله الله. القصيدة. وانت عاشرت رحت تغربت. اي نعم. وشفت الغربة. نعم نعم. يوم دزيت لك بيت عتابة قلت لك بلان الدهر بهمومي بلا جناب. نعم. روماني وكسر ضلوعي بلا جناب. بلا جناب. اش حال السكن وبهيمة بلا جناب؟ قرايب وكتبوا عنها ارهاب. الارهاب اي والله. انا عاد جاوبتك اتذكر وبكتها قلت لك يا دار سنين غربيك منسم. منسم. عشت عشراي. يا دار سنين غربيك منسم ونفوف القيض من دونك. منسم. منسم تمهزت حيل دنيانا. من السوم تذل شان السبع وتحشم الذناب. الذناب. يا الحبيب يا. القصيدة قلت بيها واحنا في مضيف شيخ عامر ومعروف. نعم والله. فقلت يصح شيخ ولد وجفوفه ماعون. ماعون. كريم وملقته الحلوة مضيفة. مضيفة. ويصح شيخ الأبد ما كان معروف. ابن راعي وكبر تالي شليفة. شليفة. لا كبر المضيف ولحمه وكسور. لا بالله. تصعد الشيخ أبو الذمة الضعيفة. ما يصلح. ما يصلح يشيخ الباق ويحوف. لأن أدري العوج باكر يخيفة. خيفة. تعرف تعرف شان العشيرة بشيخ مبخوت. نعم. وفصيل الجيش يتسمى بعريفة. نعم. قليط اللي ينشر وينباع بفلوس مثل بيع الشرف عند العفيفة. العفيفة. لا شاعر لا شاعر مديح وقبال مسؤول ولا شاعر غزل يهذب وليفه. الله الله. مكرمات السمع كل هاي الوجوه. نعم. مكرمات السمع
كل هاي الوجوه وانا القاصد ترى الناس اللي فيفه اللي يقول انا اصيل بشجرته يقوم وكثير من الشجر ينفض خريفه خضر سعفتنا خرمت يبس الغيوم وورق شجره عنب غصنه يعيفه قبل لبس العبايه يتعب المتون الله الله قبل لبس العبايه يتعب المتون التعب مو بالثقل كانت خفيفة لأن كان البخيت يشيل الحمول الله. وثقل كلمة تطقطقت القذيفة تصح مدت حصيرة عين مظلوم ومضيف أعظم بشر كانت صريفة محمد صلى الله عليه وسلم محمد ما بنوا لا شاخ بقصور ومضيف أصبح إلى الروضة الشريفة الأصل يورث إلى الأحفاد بجدود الأصل يورث إلى الأحفاد بجدود الأصل وجود مو مهنة وظيفة الكرم طبع ونبت وي شعر الجلود الذهب ما ينطفي ويخفت لصيفة الله الله. الذهب ما ينطفي ويخفت لصيفة وسلامتكم والله وتعيش والله أبو أحمد أنا خاف منك حيل ما يتغمج وياك حي الله الحوت شلونك أبو جاسم ايش نسمع منك اليوم وانت شعراء ما شاء الله على مستوى الله عليك زود اي نعم احب ارحب بكم مضيف الحلاوسه هذا مضيف الشيخ هذا مضيف الحلاوسه كله مضيف اي نعم كلنا اي اهلا وسهلا بكم اقول عرفك تاج فوق الراس يا بيرك تظل عالي اهن اسباع بالكلفات وشي لا تعلع الذال اهن الكرم وقت الضيم وهيل القهوة تدلالي رضعنا الغيرة واحنا صغار وبد ما جينا من تالي نصول نجول بالميدان صقور وترهب رجالي وكل من مر ريل الضيم خل يصعد على جبالي بسفوحة تلوذ الناس كل من معسر الحالي الله ولس الدين بابك يا بقايا الروح هذول احنا اجينا اولاد سلطان نشب عليك المناية وندحم على الموت نعمة حالك اسود وما عرفنا شنو الخذلان حلبوس افتخر مرفوع عن الراس الكرم والغيره عندك وام بالاطنان وصح بيوت نبني والناس تسال ليش نعمر بيوت ياما وما نحط بيبان مضيف تحط له باب شلون ترضى بهاي شو اقول للدله انا وش احكي للفنجان فنجان والله احسنت ابو جاسم احسنت قول مربيه ولو بلطه بس خل اشوفك زين مر وخلي اتكحل مثل مرود يكحل العين الله الله مر وغمد جروحي اموت بغيبتك مرتين مر الحيره خلصتني ما ادري اروح لوين مر الحيره خلصتني ما ادري اروح لوين تصب دموعي بغيابك بكل عين انفتح نهرين تعال وطيب الخاطر صرت بعدك مثل مسكين تعال الشوق بي يفيض من بغداد الى الصين الله الله شو طلعت هاي الفراغ تعال الشوق بي يفيض من بغداد إلى الصين تعال عيوني ما ظلت بكتهن روحي من سنين تعال أرجوك خل ارتاح أحس روحي خذاها البين تمنيتك قبل لا تروح أبوسك بوسة معرسين وضمك ضمة المجنون أكسر بيك بس ضلعين والله خوش التشهون ما شاء الله ها جمال نطرك قلبي وأشواقي وعيوني تباري على الصوبين تركت الروح كومش لا صور من معركة حطين وتعيش يبارك بيك ونقول حبيبي حبيبي للعهد ينكر وخانه واخذ شباك بقليبي وخانه نخيت الناس تفزع لي وخانه ما يفزع لكن يضحك علي علي وصلت شذرع لمح بسها عقيقاي ألف شامت لجل حسنك عقيقاي يقولون العصا أهله عقيقاي وانا طارد هلي وبس انت بي الله لزمني بحقد كل حيلة وعضباي حبيبي ودبشة للبيدي وعضباي وعضباء علي لم الخلق كلها وعضباي ويقولهم هذا حكم الخان بي الله هذا حكم الخان وتعيش تعيش تعيش حي الله بشهاب حي الله أخوي أحمد ايش عندك ما عندك اليوم والله أنتوا حسب طلبكم غير اللي والله كيف العتابة ولا عتابة؟ احنا ترى نفرح انا وجمال لو شفنا حد يكتب عتابة والله ما عندنا غيرها شوي بهذا شايل ونحلف بيه وين ما نروح محمد المصلح من مالاتي مالاتي ومالات جدي ومالات ابوي على الله احنا نكيف على التراث اي بس انا اكو بيت لابوي فالناس
تقراه يعني فيقولون هذا شلون ما له تفسير ما له اي تفسير شلون هاي كفره هاي فاستغليت هاي هسه اليوم اي نعم على مود الناس تسمع ان هذا البيت مال حفصه ابويا اللي مكتوب قبيل وصاير بالديوان ايش ما ابوك يعطينا اياه ثلاثي تاعي يعرفوا احمد علي احمد حمود احمد ضاح عافيه الحلبوس عافيه اي راح اول بيت العتابه الجدي احمد ظاهر أيه؟ لمن مات اخوه محمد ظاهر الشيخ اي نعم الله يبال اللي يموت ويصير امه كان شيخ ما مده أيه؟ مو مثل هسه قبل ما يموت زرق واحد اها زرق قبل لا ايه مات محمد ظاهر طب احمد ظاهر للديوان قامت العالم كلها بوجه ايه قمت نفس ايه ماكو هو كبير ربع قال لو يسمع عنين البوم ظل شان ظل شان لو يسمع عنين البوم ظل شان حزين وبجناحه نصب ظل وشن شن ظل شان ارباع بالعرم ما طب ظل شن عبن ما شوف من جيلي حدا هذا الابوك هذا هذا الجدي احمد ظاهر هذا قديم البيت سامعينه اي هذا مكتوب اي نعم هذا مكتوب اي نعم هذا الابو يا لما جو علي شعراء شلون زيارتكم اليوم المبارك اي نعم زاروا البيت من بناه هذا اللي قالوا بيه كفره ايه وتغنت تهمين احد اي نعم المطربات تهلهل يا ذهب فوق الشريفه بيت كرام من عيله شريفه شريفه تسوى البيت وحتمك الشريفه فازت على الرسول وعلى الصحابه الله هذا يقصد كلمه لا اله لا اله الا الله ايه هاي الكلمه فازت على الرسول وعلى الصحابه اللي هي مكتوبه بمكه بمكه هذا يقصدها عيد النيا عيد النيا يقول تهلهل يا ذهب فوق الشريفة فوق الشريفة بيت إكرام من عيلة شريفة تسوى البيت عن كلمة لا الله تسوى البيت أي. وحت مكة الشريفة فازت على الرسول وعلى الصحابة أي با إيه هاي الكلمة جمال أنتوا نوبات تحاولون بيها شي تهجس ما زغلطون علينا نوبات المالاتي أبو أي. علي هاي مثل الشبابيك كنا نكتبن بالرمزيات لا تتذكر قبل مخلينا شباش ده نزرق من عنده نخاف اي انا اقول بس الصوت شويه يم جمال اي قدم اي ارحلوا مني فلا بين علمهم علمهم ارحلوا مني فلا بين علمهم جفوني وابد ما حنوا علمهم علامهم يا راق الخيل من توصل علمهم ولفكم صار جوات الاتراب عافيه الحبيبي عافيه والله فاجئتنا اليوم بالعتابه اي بالله اذا تيدون بيوت ابو ذيه يعني والله بكيفك اللي عجبك ابو الاذيه من قول الطالب ابو الاذيه ايه؟ هذا استاذ جمال قاعدين بالمنتدى ايه؟ فقال كلمه جردها هو بيسولف كان يقول عندي نقله يمه انه دا اسمه جيل هو ظل يدعي في صحابه مثل جردها جردها حلوه اجى جواريد عن نخله وجردها جردها قلت له هموم الوقت هموم الوقت يا صاحب جردها ليالي الفرح من عمري جردها هموم الوقت يا صاحب جردها ليالي الفرح من عمري جردها تعال الحق لي يا معود جاء اردها الشهاده وقاموا ينقطون لي الله الشهاده حسن. وقاموا ينقطون لي حلو حلو القصيده تسويكم وجدانيه كيفك والله تمنيتك تسافر هاي الايام وتمنيتك تروح وما بعد ترجع وتمنيتك الغير تصير يا هوايا وصفه طلعت للعشق ما تنفع الله انا انطيتك عشق ما عاش اي انسان ما ادري شلون اقنعك انت ما تقنع جبت لك فرح من عيني اللي ضدوك وانت تبيع بي اليوم وتوزع شجاك ايش غيرك مو كنا احلى اثنين قبل ما نخاك كنت تصيح وتفزع حسافه الدنيا دارت بينا يا فلان مو تدري بحياي الدنيا بس تلسع هاي الدنيا لفت كومه احباب لحم طاهر نلف الدوتا يشبع الله لا تمشي ورا اللي يدغدغ برجليك لا تمشي ورا اللي يدغدغ برجليك وخذ مني كلام وبالاذن اطبع هم سامع هم شايف صقر يغازن المصقور لو يكسر اعظامه وباللحم يشلع ايوه حلو احسن ايوه واخذه بالحسبان وخلي الناتج انت بيدك واجمع تلقى الماي فايض والنهر مهدود وشيل اما بعد الماي لو فرع هيش يصير حالك من تعوفه هواك تظل كل العمر
بس قاعد مدمع والله يا عم. جزاك الله خير. وهاي انا الي جايه خاصه عليكم انتم شعراء القرمه، واهم شيء ما اجي محمد المصلح وياي لان والله يسميني سبيح. حياك الله انت محمد المصلح. والله ما عند ما عبالي هالشكل هذا العتابه. حياك الله انت من شعراء القرمه. نعم اي بحضره عيد. معك الله. ما تحكي لنا مال ياخذ مرتين ما ادري من هذا جمال؟ اي والله خاف يشبع شتل ورا الحلقه. اي والله شيخ خاف وقت البرنامج. ما ايش قد هي طويله قصيره؟ لا ما مو ما قصرت. وجزاكم الله خير. الله يبارك فيك ابو سعد. نريد منك عادينا النايل وتهدينا يا اخونا عبود الخضر. اي بالله من المحامد والهلا. هذا خطيه متغرب بامريكا، هو سوري ومتابعك والله. يستاهل وعلى راسي. ايه من ابو حمد. ما يهمك صوت ابو رائد. لا بيروح الهلي خضر يا اخوي لا بيروح لالي. اسمع يا عبود. اي والله لا بيروح لالي ولا بيظل انا والعين تبكي نوع النايل هذا ابو سعد. نعم ايه 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 حمت حمت هاي مثل قشمة كل ما تحمت روح. انا ما اجوز يا حج صباح ما جوز منك حبيبي ابد ما جوز ابد. انا صدق بالله ما جوز منك حبيبي لا للبحر ينشف يصير تراب ولا للرمل ينغزل. اي والله يا ابو علي خي ويفصلونا هسه غربنا عنا يلقينا الاولي. يا علينا يا جماعه. ايه ايه انطح انطح على 160 اخوي. ايه قلنا غرب 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 تعدى ربيعه. ايه كل ما يدور الوقت عزاه يا التسعين. والله لا اجيب لك اياها هسه. وانحر انحر ضعون الولف وبعام جم ربعين. صبرك عليه صبرك عليه ايش عجيب. اليوجع. يا ولو عزاعي التسعين وعزاعي التسعين عزاعي التسعين يقول معود كل ما كل ما يضيج الخلق عزاعي التسعين دوه دوه وين تهيئ جم ربعي تندلها عامج وغني 60 غالي يقول وبعامج جم ربعي وبعامج جم ربعي وكل ما يضيق الخلق يا عيوني يا عيوني يا عيوني
ضيق الغرب عزاه الطبعات انحر انحر ضعون الولف قبل نصير اموات من دل الطبعات يا خالد أمتشمة بأيام الخير يا أبو علي إيه أمتشمة بأيام الخير إيه أيوة يقول ترى نشتاق ونصوم تراني تراني المهدوماني وتران اشتاق ونصوم يقول كل ما يضيج الخلق تران اشتاق ونصوم الله الله اشتاق ونصوم وغادر شلون القلب يا عالم يا عالم يا عالم اصبر بلياهم يقول يا ابو صادر بلياهم صادر زيت لك ناي الجمال ذاك اليوم يقول لا هم بالقبور ولا هم انت نعاهم وعافية بدليل الصبر ساعة بلياهم وصلني يا ابو علي وصلني هذا على المرحوم شالم ربيع العين والدلال يستاهل ابو عبد الله والله اي والله يا ابو عبد الله يا اخي شالم ربيع العين والدلال وقصة معروقة شبديان يا هين يؤمن عنهم شاعر لك ميت واحد ابو سعد ضربت الشغله سنين وعزاز لما راحت تعبت عيني وحزين قلبي عليهم عامات وسنيني يا يما ويا بخليفه والكل العلبي يقول والله اطروشنا لالفهم كل العلب يا يما يا ابو اطروشنا لالفهم كل العلب يوم وجابوا معلوم الفرح يا Okay.
الله وتعيش ابو سعاد جزاك الله الف خير والله. وتدري انت اليوم اخير من ذاك اليوم والله مبين اليوم اشوى اشوى. قمت عمده اجيبه وياي تغير ان شاء الله. قايم من وجهه الله ان شاء الله شريد يعمل هاي هي. اي نعم. وعندنا تحيه الى الشيخ ابو وضاح كريم الجراد شيخ عشيره الهيب. أعزائي المشاهدين هذا ما يسمح لنا به البرنامج. وفي الأخير تقبلوا تحيات معد ومقدم البرنامج أخوكم محمد سرحان الشعباني. إلى اللقاء. يا كليب سبه النار يا كليب سبه يا كليب سبه والحطب لك إجابي علينا يا كليب هيله وحبه وعليك تقليط الدلال العذابي ادغث لها يا كليب من سمر جبه وشبه إلى منه غفى كل هابي باغني لا شبيتها ثم قبه تجلب لنا ربع نسرات غيابي على العيون عالي على العيون على بحب العيون عالي يما يولي عبيلي يما يولي يولي بحب العيون اليد شنعه الله يا عيال يا معود